إنك ما بقى تعطي كتير قيمة للأشخاص أكتر ما بيستاهلوا، ما تقدس حدا بقى. صرت أفهمها، نعطي كل إنسان حجمه وكل الناس تحت التجربة. بلشت أفهمهم، بلشت حس إني عم بنضج، صرت أقوى. ما بقى تفرق معي واجه أي شخص ومن أول الطريق. بلشت أفهم الناس أكتر. عند عيلة حلوة بقلا اني انا كنت قد الحمل كل حياتي، ما كانت حياتي سهلة ابدا. كل الناس بتفكر اني انا عشت حياتي على طبق من فضة. الناس ما بتعرف اني انا شقيت وتعبت، بس انا ما بنعي، ما بنق. أنا بس كون مزعوجة، متضايقة، ساخنة، بني أي شيء، مريضة، ببعد عن السوشيال ميديا. بس كون مرقة بمصيبة كبيرة، ببعد عن السوشيال ميديا، بخلي مخلوق يعرف. من أنا وطفلي هيك، بقلها إنه أنا فخورة بحالي.